مرحبا ورمضان كريم علينا جميعا، كل محبتي لإلها الأسرة الجميلة جدا واللي بتدعم فيديوهاتنا بالكلمة الحلوة وباللايك قبل ما يبدأ يتفرج. اليوم استجابة لطلب عدد كبير منكم، وهو كيف نكتب إيميل بالإنجليزية بشكل بسيط محترف ورسمي نستعمله للشركة لمنحة إلى آخره. فيديو اليوم رائع جدا وجميل على اللوحة بشكل بسيط، ولكن الأجمل إنه بنهاية الفيديو تابع معي الآخر رح تشوف إنه فيه هدية جميلة جدا لإلكم بخصوص هذا الإيميل. خلينا نبدأ الفيديو مع بعض، ما تنسونا باللايك. اللي هي جمل كتير مهمة ممكن نستعملها، اللي هي أنا كتبت منهم مثلا useful email for email أو letters، فيك تستعملهم صدقني في كل حاجة مش بس الإيميل. أوكي طيب، يعني يا جماعة احنا لما قلنا لما بدك تبدا ايميل بشكل عام، طبعا بغض النظر دير ما بعرف مين كذا، دير مدام، دير سير، دير احمد، تحدد على حسب. بعدين بدنا نبدا نكتب. جماعه في اول جمله دائما تستعمل من بعض الجمل، من الجمل اللي كثير تستعمل في الايميلات، اللي هي ايش بنقول؟ خلينا ناخذهم بالترتيب، يمكن خلينا نقول رقم واحد بنقول بليز find attached. ان شاء الله ما يكونش مزعجكم صوت القلم كذا. اول حاجه من الاشياء اللي تستعمل جدا اللي هي كلمه please find attached كذا كذا، او خلينا نقول، في ناس بقى نقول please find the attachment، نفس الاشي برضه، بس انا بفضل انه أو attachments، إن أنت تستعمل دائما attached. Please find attached يعني مرفق لك. جماعة كلمة attached، لأنه ناس كتير بتغلط في هذه الشغلة، إذا أنت بتقول له في attached يعني معناها أنت حطيت له في الإيميل ملف رفعته من الكمبيوتر. كلمة attached معناها you upload a file from your computer to this email. فإحنا مثلا بنقول please find attached Omar resume او CV او ما بعرف ايش motivation letter او الى اخره. المهم انت بتقول راح تحط لك في هذا الايميل، هذه جمله كثير حلوه please find attached الاسم او الملف ونقطه. طيب جمله ثانيه بنستعملها كمان بشكل كبير اللي هي I have forwarded او I am، اذا لسه هيني I'm forwarding كذا كذا كذا، يعني انا فورواردينج مثلا، خلينا نقول طيب فورواردينج شغله معناها يا جماعه انه انا فورورد بشكل عام، او يعني ان ايميل، يعني ريسندينج ان ايميل، يعني انا عم بعمل لك فورورد، يعني عم بنقل لك ايميل وصلني، عم بنقل لك ايميل انا استلمته، عم يعني مع فورورد بدك تحطها لما انا ام فورواردينج يو ان ايميل، ام فورواردينج ا مسج ذات اي ريسيفد، اي فورواردينج يو ا سي في. ف شو بدك هاد فيو نقطة، معناها أنا عم بعمل لك فورورد، عملت لك فورورد أو I'm forwarding، تنتين نفس الإشي. CV I'm forwarding أحمد's email، أحمد's motivation letter، motivation، إيش عم بدك؟ فلازم تقول له، هاي الجملة كتير مستعملة، I have forwarded you I'm forwarding you Ahmed's motivation letter, I'm forwarding CV to you. كل هذا الكلام معناها forward، معناها email، recent email، recent email. طيب رقم ثلاثة كتير مهمة كمان تستعمل كتير، ولهنا في العالم الأجنبي في البراكتيكال، في العرب مش كتير بستعملها، اللي هي إيش؟ I have CC'd، تنكتب هيك، يعني خليني أعطيكم الثلاث مراحل، CC'd أو CC'd من ED أو covered. تمام؟ شو معناتهم هدول؟ أنا لما بستلم، لما بتبعت إيميل قلنا هون في بتلاقي تو لمين رح نرسله، بعدين هنا في CC يعني covered، وبعدين هنا السبجكت. فأنت بتبعت لأحمد الإيميل تمام؟ ولكن حطيت عمر CC. فشو بتروح بتخبر تبع الايميل؟ بتقول له لمعلوماتك I have CC'd
فاصلة دي أو بالإي دي أو بالول كابيت، الثلاثة صح. شو ما حطيت صح، يعني أنت بتخبره إن أنا حطيت عمر في سي سي، إنه يعني إيش؟ عشان بس أقول للشخص هذا إنه خليته في اللوب، أعطيكم إياها جملة في اللوب، إنه هو معانا وأنا بعلم. I have سي سي عمر، زي ما إحنا أخذنا المثال هنا on this email. ركز منيح كثير، في ناس كثير بيحكوا إن ولا أت ولا مو. No. I have CC'd عمر on this email. I have CC'd عمر on this email. Or I have copied عمر on this email. شو معنات لما أنا أحط هنا في واحد في سي؟ راح أقول لكم إياها الجملة رقم أربعة اللي هي بنقول عنها إيش؟ مين بيعرف يقدر يجاوب؟ To keep someone in the loop. رقم أربعة. أعتقد إن حطيت هنا مثال موجودة. إيه. To keep someone in the loop. ممكن كمان في الإيميل تذكرها تقول إنه أنا أضفت عمر، يعني I have، ممكن تكتب جملة هي I have copied أو CC زي ما قلناهم أو CC'd عمر on this email to keep him in the loop. In the loop معناتها انه يكيبوا معانا في الحلقة في الدائرة، انه يضلوا معانا ايش متابع الـ 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 في الايميل، في الموضوع، في المشكلة، في اللي احنا بنتكلم فيه. هاي رقم اربعة. هذه الجملة كتير كتير تستعمل يا جماعة، وكمان كلمة to keep someone in the loop هذه كتير كتير معروفة وموجودة. طيب بعدين من احد الجمل اللي بنستعملهم كتير كتير في نهايات الايميل هم ثلاث شغلات. رقم راح امسح حاجه عشان الثلاثه يضلوا موجودين مع بعض. رقم واحد فيهم اللي هي هذا بعتقد رقم خمسة احنا الان، اللي هي ايش؟ خلينا نقول اي have if you have sorry if you have، ركزوا لانه في كثير ناس تبغى تقول شو اقول في الاخر. If you have any question. شو كتبت أنا؟ Please don't hesitate. Please don't hesitate to contact me, to call me, to write me. زي ما بدك على حسب. To write me. كل هذه الأشياء مستعملة. If you have any question. Please don't hesitate. Hesitate معناتها يا جماعة to wait، يعني تستنى، بس الأكثر عموماً نحن نستعمل hesitate، يعني أنت بتقول له إذا عندك أي سؤال رجاء ما تستنى، ما تنتظر، ما تتردد، ابعث لي أو اتصل فيا أو اكتب لي أو كلمني بسرعة وأنا راح أكون متاح. رقم ستة من الأشياء اللي موجودة كتير بشكل كبير اللي هي I look forward. تمام؟ وهنا عارفينك تحط أكثر من شيء. I look forward to. إما بتقول seeing you. كمان تقدر تقول hearing from you. أسمع منك يعني. Or meeting you. الأفضل إن أنت دائما نقطة. إنه أنت دائما أو في آخر واحدة ممكن نقول I look forward to your إذا بدك. معناها لا 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 تفضل كثير to your partner. هذول الأربعة الأكثر استعمالا، والأكثر واحدة تستعمل هي hearing from you. أكثر واحدة هذول إحنا بنستعملها بشكل professional. فهذه الجملة دائما حاول تختم فيها، بنقول الجملة هذه في الأول. If you have any question, please don't hesitate to contact me, to call me, to write me. بعدين نقول I look forward to seeing you, to hearing from you, to meeting you, or to your reply. To your reply شوية بتخوف في استعمال الأصدقاء أو في الانفورمال. رقم سبعة. رقم آخر سبعة هي نهاية الإيميل. أنا كيف بكتبها؟ في عدة شغلات. ممكن تقول kind regards.
نقطة تكتب تحتها أحمد مثلاً، أو شو ما بدك، اسمك اسم بالكامل أحمد سبيتا، أو ممكن تقول من الأشياء اللي حطلكم إياها warm، مش مع بعض هذول يا جماعة، يا تختار واحدة فيهم يعني مش كلهم مع بعض، بس أنا عشان نلاحظ غير warm wishes فاصلة واسمك، وكمان ممكن نقول لحالها لقاعد، كمان ممكن نقول لحالها لحالها واسمك برضو، دائما أتأكد هي كابيتال لتر حرف كبير، وممكن كمان نقول في كمان واحدة ممكن تقول yours truly. اوكي وبتحط فاصل واسمك، طبعا هذه كابيتال لتر. وممكن كمان شغله كثير بنستعملها اللي هي ايش؟ best wishes او best regards. best regards حط اسمك، تستعمل واحده من هذول الاشياء. طيب الان اعطيتك انا هاي الجمل تقدر تستفيد منها في الايميل، قلت لك شو الاشياء اللي لازم في اللوحه اللي قبل، شو الاشياء اللي لازم تعملها، شو الاشياء اللي مش لازم تعملها. شو الان الجمل هاي اغلبها هي اللي تستعمل في الايميلات سواء الرسمي او غير الرسمي. الان نيجي لتحميل الملف، كل ما عليك الا انك تضغط على اللينك اللي حطيت لك اياه بوصف هذا الفيديو، موجود لينك وموجود باول تعليق، تضغط على اللينك تفتح لك الصفحه التاليه من موقعي انا. لما تدخل على الصفحه بيظهر لك بهذا الشكل، تضغط داونلود ناو وبينزل عندك الملف بشكل وورد، تعدل عليه زي ما بدك. بعتقد هذا استجابة اللي طلب منكم، شكرا كتير للتعليق، رح تتركونا بكلمة حلوة، دعوة بالخير لإلنا، وأيضا لا تنسونا بلايك للفيديو، شكرا وانتظرونا بالفيديو القادم، تحياتي مع السلامة.